اتفاق لرشاد وجنبير 2023 هو خطوة جد مهمة علاقة بالشق الأول اللي كنا كنتفاوضوا فيه كنقابات تعليمية الفصلية المرتبط بطبيعة الحال بتحسين الوضع المادي والاجتماعي ديال النساء ورجال التعليم. زيادات اليوم اللي دارت في إطار ذاك الاتفاق، ملي كنقول الزيادات بمعنى زيادات في الأجر الصافية، بالإضافة للتعويضات ديال واحد المجموعة ديال الأطور ديال التدريس وديال التدبير وديال التطير اللي وصلت مثلا عند الأستاذ اللي كيولج اليوم المهنة ديال التدريس وصلت لحدود 32% من الأجر ديال الزيادة، بعض الأطور 19% إلى آخره، بمعنى زيادات مهمة جدا في العلاقة مع الأجر الشهري ديال النساء ورجال التعليم، واللي كنعتبروها بطبيعة الحال إيجابية، لكن غير كافية، لأنه ينتظرون كحركة نقابية في إطار التفاوض المقبل، ينتظرون تفاوض على المراجعة الشاملة لمضامين النظام الأساسي الذي انفردت به الوزارة للأسف وأحالته على المجلس الحكومي للمصادقة في اكتوبر الماضي، بدون بطبيعه الحال الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديالنا دي كحركه نقابيه اللي كانت كتفاوض طيله تقريبا 6 أشهر حول المضامين ديال النظام الاساسي بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023. اذا المحطه المقبله هي محطه اساسيه جدا من اجل الحسم والقطع مع هذا النظام الاساسي بشكل يعكس الانتظارات ديال الحركه النقابيه اللي رافعه بطبيعه الحال كل المطالب ديال النساء ورجال التعليم باش يكون عندنا نظام أساسي عادل منصف محفز وموحد. أقول بمعنى ينبغي كذلك نقطعوا مع هذا الملف ديال التعاقد ونضمنوا استقرار ديال النساء ورجال التعليم ونضمنوا كذلك السلم الاجتماعي في هذا القطاع هذا بما يخدم من طبيعة الحال المصالح المادية والاجتماعية والمهنية ديال النساء ورجال التعليم، وبما يضمنوا كذلك التأمين ديال الزمن الدراسي وكذلك تجويد ديال المنظومة التربوية. هو اليوم راه كاين واحد العدد ديال النساء ورجال التعليم تحققوا بالعمل ديالهم، بمعنى انهم تفاعلوا بشكل ايجابي مع هاد الزيادات اللي تمت في اطار الاتفاق ديال 10 ذو جنبير، وهذا مؤشر ايجابي بطبيعه الحال. غنكبوا في هاد اليومين نتمنى انه بنفس الايجابيه وبنفس السرعه نشتغلوا على النظام الاساسي بشكل نسمو به وننهيوا مع هاد الوضع هذا ديال الاحتكار بشكل عام.